أهلا برشة، حبايبي رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من بداية الشهر إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. القراءة أيضا عامة، يعني مش رح تنطبق على الجميع، ولكن في رح يكون بالفيديو إلك إشارة أو رسالة أو إشي ممكن تنربط فيه أو تحس إنه يشابه طاقتك. فأنت خذ فقط الإيجابي من القراءة واترك السلبي. اوكي، راح نبلش اول بكروت النصيحة ونشوف شو في عندك بكروت النصيحة. في عندك شخص بحياتك حاليا، اذا انت مش متأكد بشأن هالشخص او متردد، بيحكي لك هالحب True love. في عندك حب جديد راح يفوت بحياتك بالنسبة للناس اللي هي منفصلة حاليا أو مش عم تحكي مع حدا أو حتى عازبة حاليا. الشخص اللي أنت عم تتعامل معه بده منك نوع من الرومانسية، أو بده أنت تبين له مشاعرك أكثر. مبين إنه أنت في عندك مشاعر كبيرة تجاه الشخص، ولكن مش عم تحكي فيها ومش عم تبين له لهالشخص. فالأفضل إنك تفتح قلبك لهالشخص، ويعني وتسمح للحب إنه يعني يكبر بينك وبين هالشخص، لأنه عم يشوف إنه أنت استنيت لفرصة مثل هيك كتير. يعني أنت صار لك فترة طويلة عم تستنى إلى شخص يفوت بحياتك، أو تواصل مع شخص ممكن تكون معه أسرة، ممكن تستقر معه، ممكن تكبر معه. وعم شوف إنه في حدا بحياتك، شخص جديد أو حتى إكس ممكن يعود. في شخص بحياتك حاليا عم شوفه بيعتبرك سولميت، أو أنت حتى بتعتبره سولميت. ايضا الوضع ممكن يكون بينكم شوي، البعض منكم ممكن يكون شوي صعب، او انت بدك نوع من المساعدة وصعب عليك انك تطلبها من هالشخص. حاليا عم تواجه شوي ممكن تحديات بالعلاقة، ولكن اتأكد انه فقط هو يعني الوقت مؤقت. الوضع اللي انت عم تمر فيه حاليا، يعني خلي في عندك ايضا صبر في الموضوع. هذا كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك انت حاليا، عم شوف في عندك بداية جديدة بعلاقة جديدة او مع شخص جديد، ولكن بداية عاطفية جديدة فيها الكثير من الشغف او من المشاعر، إلى أنه التواصل عم يسبب لك أرق وتوتر وتفكير زائد بالموضوع. ممكن قوة المشاعر بينك وبين هالشخص، أو بسبب أنه التواصل عميق بينك وبين هالشخص، يحسسك بالخوف شوي، أو يحسسك بالتردد شوي. ممكن أنت عم تفكر بالشخص، لبعض منكم اللي مش عم تحكي مع الحبيب، عم شوفك عم تفكر بالحبيب وبالتواصل اللي كان بينكم كتير. ممكن أيضا عم تتعامل مع برج السرطان، عم تتعامل مع أبراج مائية، بالذات برج السرطان. في عندك كتير كروت مائية. أيضا ممكن يكون الشخص اللي عم تتعامل معه هوائي أو برجه هوائي. حبيبك حاليا عم يفكر
في تغيرات عم يمر فيها، ولكن عم يفكر بالماضي اللي كان بينكم أو بالذكريات القديمة اللي كانت بينكم. أيضا ممكن يكون في فرق بينك وبين هالشخص بالسن، يعني إذا أنت رجل ممكن تكون الامرأة هي الأكبر سنا بالعلاقة. أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه عم يمر حاليا بتغيرات، مركز كتير عم شوفه على وضعه المادي، أو عم يشتغل بالأصح عم يشتغل على حاله كتير، بس في بينكم عم شوف تقدم وفي بينكم حركة. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بسبب صعوبة العلاقة بينكم وأيضا فرق السن بينكم، ممكن يكون توأم شعلة اللي عم تتعامل معه، لأنه عندك بدايات جديدة بالعاطفة، ولكن البدايات عم تسبب لك نوع من الخوف، وهالطاقة عادة بتصير مع الأشخاص اللي عم يكونوا عم يتعاملوا مع توأم شعلة، لأنه التواصل أو البوندينج بيكون كتير قوي لدرجة إنه بيخوف الطرف الآخر، فبيصير في عندك شخص بيركض وشخص بيلحق، أو شخص يعني شخص دائما بيكون عم يحاول يبعد عن هالشخص برغم قوة المشاعر اللي عم يحسها إلى الشخص الآخر، وفي شخص دائما بيحاول هو يركض ورا الشخص الآخر، بعدين يعني بتتغير الأمور. عندك The Wheel of Fortune، فالشخص اللي هو حاليا عم يكون هو الرنر، أو عم يكون هو اللي عم يبعد عن التواصل، هو اللي بالمستقبل رح يكون يحاول يرجع التواصل، لأنه عم يشوف إنه حبيبك بالماضي ممكن يكون هو، أو حاليا ممكن يكون هو اللي عم يحاول يصلح معك العلاقة أو يرجع معك العلاقة، بس أنت كتير متوتر وكتير خايف من هالعلاقة. عم شوفك أيضا يعني بالمستقبل، طاقتكم بالمستقبل، في طرف منكم رح يرفض عرض الحب، أو رح يكون مش كتير متفائل بعرض الحب بالمستقبل. الصراحة الأمور بينكم رح تكون فيها طلوع ونزول كتير، أو رح تكون كتير متغيرة، مشان هيك بدك مثل ما كرة النصيحة حكت لك، بدك تكون patient أو تكون صبور مع الوضع. أيضا إذا أنت عم تحس بمشاعر تجاه الشخص، ما تحاول إنك تخبيها أو تضل تفكر فيها لوحدك لحالك، لأنه هالشخص ممكن هو بده إشارة أو بده رمز أو بده كلمة لحتى يعرف إنه المشاعر بينكم يعني متبادلة، لأنه هالشخص بيشوف حاليا إنه هو الوحيد اللي عم بيفكر بالموضوع، لأنه أنت عم تبعده عنك. بالمستقبل يا برج الثور، عم شوفك رح تكون كتوم أكتر، عم تحاول تتبع أو رح تحاول تتبع أخبار هالشخص وشو الجديد بحياته، عم شوفك عم حاول تجمع معلومات عن هالشخص، لأنه هالكرتين مع بعض يعني أنت عم تحاول تكتشف أسرار عن هالشخص، أو يعني بدون ما بيعرف. ممكن أيضا تكون عم تحكي مع هالشخص مش بشخصيتك أنت، أو يعني ممكن تكون اختلقت شخصية وهمية أو حتى أكاونت وهمي لحتى تحكي مع هالشخص، لأنه عم شوف هون طاقة تلاعبية أو طاقة سنيكي، ومع هالطاقة The High Priestess فأنت عم تحاول تجمع معلومات عن هالشخص بطريقة غير مباشرة،
بالنسبة لحبيبك بالمستقبل، عم شوف انه هو عنده بالفعل مشاعر عميقة تجاهك، او مشان هيك بحكي لك هو شخص في عنده ماء او مي كتير بالخارطة الفلكية تبعته. شخص هو كتير ايموشنال، شخص كتير متقلب المزاج، مرة بيكون مبسوط مرة بيكون مش مبسوط. بس حبيبك بيشوف المستقبل انه وصل الى يعني طريق مسدود بهالعلاقة، لانه ما في منك اي ردة فعل، او ما في منك اي مبادرة، او حتى تورجيه انه بالفعل انت عم تحس مثل ما هو عم بيحس. فعم شوف انه هالشخص بالمستقبل تقريبا هو اللي راح يكون الرنر، هو اللي راح يبعد عن العلاقة، وانت احتمال اللي راح ممكن تحكي مع الشخص، او يكون في بينكم انت اللي تحاول، يعني لانه في اختلاف، يعني في تغير راح يصير، بمعنى انه الادوار راح تنقلب او راح تتغير. يعني انت راح تحس وراح تتصرف مثل ما هو في المستقبل، انت راح تحس وتتصرف مثل ما هو عم يتصرف معك حاليا او عم يحس حاليا. طب بدنا نشوف هالشخص يعني بالمستقبل، لانه هو مبتعد عم شوفه، او راح يبعد عن التواصل. بس ليش هو، بدنا نتأكد ليش هو بده يبعد، لأنه مبين إنه هون في dead end، بس بدنا نتأكد أكثر. فعم شوف هالشخص رح ياخذ قرار صارم بما يخص مشاعره، لأنه هو عم يبحث عن الحب، يعني هو عم يبحث عن الرضا النفسي، وعم يشوف انه هو مش قادر يلاقي الرضا النفسي بالعلاقة هاي معك، لانه كل ما عم يحاول يقرب منك الشخص انت عم تبعده عنك، فمثل وكأنه يأس من الموضوع، وعم يحس انه صعب يوفق بين اللي بيحسه وبين اللي عم بيصير حاليا. طيب في هون عندك بالمستقبل طاقتكم أيضا في شخص رح يكون رافض عرض هالحب، ولكن في عندك تغيرات رح تصير هون. ف بدنا نشوف، لأنه أيضا عندك the tower card، فاحتمال التغيرات اللي عم تصير حاليا أو الأشخاص اللي منفصلين حاليا، انتو بحاجة إنه تمروا بهالمرحلة، بالذات إذا التوأم شعلة عادة، لأنه بس تتحدوا هدفكم بيكون أكبر من إنه فقط تكونوا مع بعض، يعني soul purpose أو الهدف تبعكم في الحياة بيكون أكبر بكتير من إنه فقط إنكم تكونوا مع بعض. فمرات توأم الشعلة بيحتاج إنه يمر بهالمرحلة، أو بأنه تنهد أساسات العلاقة بينك وبين الشخص، من أجل أنه تنبني على مبدأ صحيح أكثر أو أفضل أكثر. فبدنا نشوف التغيرات بالمستقبل راح تكون بتخص شو؟ في اعتراف راح يقدم، في حديث رح يكون فيه كتير من الصراحة، يعني عم شوف فيه أيضا اعتراف ممكن يكون بالمشاعر أو بالحب، ولكن إشي رح يكون كتير صادق. ممكن أنت وهالشخص المشاعر بينكم مش عم تحكوا فيها، لأنه عندك the high priestess، فاللي عم بتحس فيه مش عم تحكي فيه أنت. فهالشخص عم شوفه، أو طاقتكم بالمستقبل عم شوف إنه
مع انه عندك كرت عدة اختيارات، فبالمستقبل ممكن يكون تمروا بمرحلة انه يكون في بينكم عدة اختيارات، او الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة عروض حب، وانت ايضا يكون في عندك عدة عروض حب، الى انه الاختيار بالاخير رح يكون، يعني اذا انت مثلا اللي عندك العروض الحب، القرارك بالاخير رح يكون انه تكون صريح مع حالك، او انك تعترف لهالشخص، او هو يعترف لإلك، لانه ممكن تكون عكسية القراءة. ولكن عم شوف في حكي، في نوع من الصراحة بينكم كتير بالمستقبل، يعني بجوز انت رح تحكي مع هالشخص عن مخاوفك او عن الاشياء اللي بتحس فيها، وهو ايضا رح يعبر لك عن مدى اشتياقه او تفكيره للماضي اللي صار بينكم. طيب بدنا نتأكد بس، لأنه مبين إنه بالأغلبية في بينكم رح يصير تواصل، أو في رح يصير حكي، ممكن مش رجوع، ولكن في رح يصير بينكم نوع من الحكي والنقاش. بدنا نتأكد بس، برج الثور أنت بالمستقبل هل ناوي فعلا انه ممكن تكون انت اللي رافض عرض الحب هون، فهل انت ناوي انه ترجع لهالشخص او حتى تتقبل منه الحكي اللي بده يحكيه معك؟ طب في عندي ملكتين هون، يعني حمشوفك متخذ موقف كتير صارم تجاه الشخص، يعني انت وهو رح يصير في بينكم حديث كتير صريح، ولكن عم شوف انه التواصل بينكم رح يعني رح يطلع الى استنتاج بالاخر، لانه انت عم تبحث عن اشي جدي عم شوفك، وهو ايضا عم يبحث عن اشي جدي، ف رح يصير في صراحة بالموضوع، بحيث انه عم شوف انه انت وهو مش عم تبحثوا عن علاقة كاجوال او علاقة، يعني علاقة غير جدية، عم شوف إن الطرفين عم يبحثوا عن علاقة جدية، وتقريبا هاي رح يكون موضوع النقاش بينكم في المستقبل. أوكي حبايبي برج الثور، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها، إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب.